أحدث انفجار بيروت دمارا هائلا في المدينة وأباد مرفأها بالكامل، لكنه أتى أيضا على تاريخ عريق حافظت عليه أبنية تراثية بجدرانها المزخرفة ونوافذها الملونة وقناطرها العالية، قبل أن تتحول مجرد واجهات تخترقها فجوات ضخمة. في قصر بنته عائلة سرسق البيروتية الأرستقراطية في القرن 18 وصمد بوجه حروب عدة مرت على لبنان، سقطت ألواح زجاجية ملونة أرضا وتكسرت أجزاء من أبواب حفرت عليها كتابات بالأحرف العربية، ولم تبقى واجهة زجاجية على حالها. It's like a rape. I mean, it's something that belongs to you, that's something that you lived with, and suddenly there's a cut between the present and the past, and this is difficult to accept. يتفقد المهندس جاك أبو خالد القصر الذي أشرف على ترميمه قبل 20 عاما، ويطمئن أن أساسيات القصر ما زالت ثابتة، أما كل شيء آخر فقد تضرر كالجدران التي استحدثت من أجل تعليق لوحات المعارض. Really astonished because I didn't expect, you know, so much damage. And obviously, as long as it is material and building, you know, everything, you can redo everything. But it's difficult to explain. I think I feel very attached to this building, you know. في العام 1961 فتح متحف سرسق أبوابه للمرة الأولى نزولاً عند رغبة مالك المبنى أولى سرسق الذي أوصى بتحويل بيته إلى متحف بعد وفاته، وشهد المتحف معارض كثيرة وبقيت أبوابه مفتوحة خلال غالبية سنوات الحرب الأهلية، ثم أغلق المتحف أبوابه 8 سنوات من أجل ترميمه ليعود ويفتح أبوابه مجدداً في تشرين الأول أكتوبر عام 2015 ويستقبل عوضا عن الفنانين ومعارضهم أعراس الراغبين بأن يحتفلوا في قصر يشكل جزءا من ذاكرة بيروت.